can't take no more. I just can't take no more. Listen yo. حياتنا مثل عجل بس كليت منفس دوبتا سخيفة عالسان واحد مهلس بحاول يكون ظريف فاني بس مش قادر لكن أهم فيها لسات وعم بحاول حياتنا مثل عجل بس كليت منفس دوبتا سخيفة عالسان واحد مهلس بحاول يكون ظريف فاني بس مش قادر لكن أهم فيها لسات وعم بحاول. طبعا انت حتيجي تسألني عن الوضع في غزة ومهما حكيت ومهما وصفت ومهما شرحت مش حاضر أجمل الحياة اللي منعيشها في غزة، لكن بعتقد ممكن يكون المقطع الصغير هذا يعني ها يوصف لك شوي من الوضع اللي هناك. ايش بنقول فيه؟ احا شكلي، احا لبسي، احا البنطلون جديد، احا شعري، احا جلي، احا الشرطة جايين، احا اجري، احا تخبى، احا وين رايحين، احا ابو البراء هذا في وشك بتلاقي زي هيك، احا مين، احا ليش بدنا نعلمكم الدين، احا كيف، احا وين احنا مسلمين، ولا الدين صار ينقاس عندكم بطول الدقن، بتعلموا الوضوء للشعب تحت بالسجن. بس احا شكلي، احا لبسي، احا البنطلون جديد، احا شعري، احا جلي، احا الشرطة جايين، احا اجري، احا تخبى، احا وين رايحين، احا ابو البراء اتعجب يا شيخ، احا ليش، احا وين بدنا نعلمكم الدين، احا مين، احا كيف احنا مسلمين، ولا الدين صار ينقص عنكم بطول الدقن، بتعلموا الوضوء للشعب تحت بالسجن. احا الوضع، احا المعبر، احا الميز، احا الشوب، احا الكهرباء، احا اسرائيل، احا من تحت واحا من فوق، احا وين فلسطين يا شيخ.